أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أعلنت شركة سي فايف أكسلريت المحدودة والمتخصصة في استثمارات قطاع التكنولوجيا عن إطلاق مشروع لتسريع الأعمال عن طريق اعتماد تكنولوجيا الاتصالات، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتخذ مملكة البحرين مقرا له، وسيقام بالتعاون مع شركة أمازون ويب ومجلس التنمية الاقتصادية. ويهدف المشروع إلى تعزيز أعمال الشركات الناشئة في المنطقة من خلال توفير الدعم اللازم لاعتماد هذه التكنولوجيا التي توفر سرعة معالجة وأداء الأوامر، إضافة إلى تطوير وتمويل الشركات من مختلف أنحاء المنطقة. كما سيوفر المشروع الموارد اللازمة لتطوير الاستراتيجية التجارية القائمة على تكنولوجيا الاتصال للشركات الناشئة بهدف تعزيز قدرتها على تنمية أعمالها. نحن سعيدين طبعا أن شركة أمازون ويب سيرفيسز، الشركة العالمية اللي هي في مجال الحوسبة السحابية، يعني أكبر شركة عالميا، يعني لو بتاخذ المنافس الثاني إلى العاشر مخلون تقريبا الأقل بنسبة 10% من التجارة، إن هم ينتخبون البحرين حق هالنشاط. وطبعا بالنسبة حق التفاصيل، الحضانة بتختار 20 شركة سنويا من حيث أن هي تدربهم على فترة 4-5 أشهر، والخريجين من هالحضانة في شركة سي فايف خصصت صندوق بمبلغ 100 مليون دولار حيث تمويل هالشركة على أسس تجارية. تمكين هو دور مساند بحيث أن احنا نساند ونمول الفترة اللي فيها الحضانة للشركات هذه، تدريبها، تطويرها، وأعطائها الأدوات اللازمة للدخول إلى عالم الكلاود كومبيوتينج. بدخول إلى هذا العالم بيمنح لهم الفرصة أن هم يوصلون إلى أسواق عالمية، خلينا نقول خليجية ومن ثم عالمية. بلغ عدد زوار معرض الجواهر العربية لعام 2015 الذي اختتم فعالياته مساء أمس حوالي 50,000 زائر في 5 أيام، وشهد المعرض إقبالا كبيرا ومتواصلا من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، ومن الزوار من مواطني دول مجلس التعاون طوال أيام المعرض وخاصة في نهاية عطلة الأسبوع. كما تفاوتت أرقام المبيعات التي تحققت هذا العام، وبلغت زيادة حجم المبيعات بين 10-15% من العام الفائت، حيث اشتمل المعرض على تشكيلات كبيرة من مشغولات الذهب وقطع المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة والتحف وكماليات الزينة الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمملكة، الأمر الذي يعد فرصة سانحة لاستقطاب ودخول المستثمرين للسوق البحرينية.